دور تكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر هو الشعار الذي اختارته الحماية المدنية الجزائرية خلال احتفالها هذا العام باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة. الحفل الذي أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أشاد بالمهنية والاحترافية المميزة لدى منتسبي هذا السلك. إن إشرافي الشخصي على هذه المراسيم الاحتفالية لهو نابع من عميق تقديري لكل الجهود التي ما فتئ جميع منتسبي السلك يبذلونها لتأدية مهامهم وفق أقصى مستويات المسؤولية والاحترافية وتجندهم الدائم ولا مشروط لتلبية نداء الواجب ما تستدعت الظروف ذلك. إن حضوركم اليوم هذا الجمع الكريم لمشاركة أسرة الحماية المدنية احتفالها بالعيد العالمي يدل على مدى اهتمام والحرص الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لهذا القطاع الحساس. الحفل كان فرصة لتكريم أفواج الإنقاذ المشاركة في عمليات الإغاثة بعد زلزال سوريا وتركيا بحضور سفيري الدولتين اللذان أثنيا على الجهود المبذولة مؤكدين على أن الجزائر كانت السباقة للوقوف إلى جانب الشعبين الشقيقين بعد الكارثة الطبيعية التي أحلت بهما. شهامة عناصر الحماية المدنية للشجاعة التي أبدوها في الميدان، وهذا ليس غريبا عن الجزائر، فما كانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالذهاب فورا إلى الميدان لتكون الطائرة الجزائرية هي أول طائرة تحط في مدينة حلب. الجزائر ومنذ اللحظات الأولى للكارثة كانت واقفة إلى جانب تركيا، 89 بطلا عملوا ليلا نهارا لإنقاذ أرواح مواطنين من تحت الأنقاض، لهم الشكر الجزيل من صميم القلب. المناسبة كانت فرصة أيضا لتقليد الرتب لمنتسبي السلك الذين تمت ترقيتهم، وكذا توشيح عدد من إطارات الحماية المدنية الجزائرية شارت الاستحقاق بوسام فارس من طرف المنظمة الدولية للدفاع المدني.